ضرب الوداد موعد مع النهضة البركانية في نهائي كأس العرش جراء تغلبه على الفتح الرياضي بالضربات الترجيحية بواقع 5-4 في المباراة التي جرت أطوارها اليوم الأربعاء على أرضية المركب الرياضي لفاس لحساب نصف نهائي المسابقة. وكانت المقابلة في جولتي الأولى متكافئة بين الطرفين بعدما حاول كل طرف الوصول إلى شباك الآخر بغية تسجيل الهدف الأول وتسيير اللقاء بالكيفية التي يريدها السلامي والرقراقي. مع مرور الدقائق إلا أن تسرع وقلة التركيز في اللمسة الأخيرة حالا دون تحقيق المبتغى، وواصل الطرفان البحث عن الهدف الأول إلا أن غياب النزاع الهجومية حتم على عداد النتيجة أن يبقى سلبيا بالرغم من الفرص الكثيرة السنحة للتسجيل التي أتيحت للفريقان، وخصوصا الفتح الرباطي الذي تحصل على فرص أخطر من خصمه دون ترجمتها إلى أهداف. واستمرت الأمور على ما هي عليه فيما تبقى من الدقائق، هجمة هنا وهجمة هناك دون حصول أي تغيير في النتيجة لتنتهي الجولة الأولى كما بدأت على وقع البياض، ويتأجل بذلك الحسم في هوية الطرف الثاني لنهائي كأس العرش لمواجهة نهضة البركانية على حساب برشيد إلى غاية الجولة الثانية. وصارت الجولة الثانية في بدايتها كسابقتها هجمات متكررة بين الطرفين دون تمكن أي منهما في الوصول إلى الشباك، وكاد الحسوني أن يهدي الوداد الرياضي الهدف الأول في الدقيقة 72 من تسديدة قوية من خارج مربع العمليات لو لم تذهب الكرة محادية لمرمى بن عبيدة. غير ذلك اتسمت المباراة بندية بين الفريقان خصوصا في وسط الميدان حيث حاول كل طرف السيطرة عليه، ومن ثم المرور إلى مربع العمليات بالتمريرات القصيرة أو الانسلالات عبر الأجنحة في بعض الفترات للوصول إلى الشباك. وبسط الفتح الرباطي سيطرته على مجريات لقاء منذ الدقيقة 80 ما جعله قريب من التأهل على حساب الوداد لولا التدخلات الجيدة للحارس رضا التقنوتي الذي أبعد كل الكرات التي اتجهت نحوه إلى بر الأمان رغم الإصابة التي تعرض لها، وفشل الفريقان في الوصول إلى شباك بعضهما لتنتهي بذلك المباراة في شوطيها الأصليين بالتعادل السلبي. في الشوطين الإضافيين كذلك لم تعرف النتيجة تغيرا واستمرت الوضعية على ما هي عليه، ما أجل الحسم في النتيجة النهائية للركلات الترجيحية التي آتت أكلها لفريق الوداد الرياضي الذي فاز بواقع 4-5 على حساب الفتح ليتأهل بذلك إلى نهائي كأس العرش لمواجهة النهضة البركانية.